نهاما يعارض زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي ويشدد على دعم حماية الحدود. النمسا تحذر من استخدام الأصول الروسية في إعادة بناء أوكرانيا. صحيفة نمساوية تكشف عن شبكة علاقات مريبة بين كورتس والخليج العربي. وزير العمل يعقد اجتماعاً لدعم الموظفين المتأثرين بإفلاس كيكا لينر. محاكمة 6 سوريين بتهمة تهريب 212 لاجئاً عبر النمسا. أباء يطالبون بتغيير المنهج الجنسي في المدارس لأنه يكسر حياء الأطفال. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. رفض المستشار النمساوي كارني هاما طلب اللجنة الأوروبية لزيادة تمويل الدول الأعضاء، ودعا إلى إعادة توزيع الميزانية لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود. وأكد نيهاما أن النمسا تساهم في الاتحاد ويجب استغلال الموارد المتاحة قبل طلب المزيد، حيث يرى إمكانية تحويل الموارد من مجالات أخرى مثل التكاليف الإدارية. وقد عرضت اللجنة وقالت أن معظم الأموال مطلوبة، ودعت اللجنة الدول للمساهمة ب 66 مليار يورو إضافية لتخصيص 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا و15 مليار يورو للهجرة والسياسة المجاورة. Steuergeld von den Mitgliedstaaten einfordert, so Nehammer. Potenzial dafür, Mittel umzuschichten, also an anderer Stelle zu streichen, sieht etwa bei der Verwaltung, die bis zu 13 Milliarden Euro koste. Einsparungspotenzial sieht der Bundeskanzler auch beim Kohäsionsfonds und beim Wiederaufbaufonds der EU, die noch nicht ausgeschöpft seien. حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ من استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا. وأعرب الوزير عن التزام النمسا والاتحاد الأوروبي بتطبيق النظام القانوني والدفاع عن النظام الدولي، حيث تسعى المفوضية الأوروبية لاستخدام تلك الأصول في دعم إعادة إعمار أوكرانيا. ولذلك طالب شالينبرغ باتخاذ إجراء قانوني وغير قابل للطعن لتفادي المشاكل الدبلوماسية والاقتصادية. ووصف السفير الروسي الخطط بأنها غير قانونية، مؤكدا أن الأموال المجمدة تعود لروسيا. Ukraine im Jahr 2023 weitere 381 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Von Generatoren über Lebensmittel bis hin zu Zelten für die Menschen, die in letzter Zeit geflohen sind oder ihre Häuser verloren haben. كشفت صحيفة كورير النمساوية عن شبكة علاقات واسعة للمستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس في العالم العربي والشرق الأوسط، معتبرة إياه القائد هناك. وبررت ذلك بزياراته المتكررة للمنطقة التي تهدف لتعزيز العلاقات مع صناع القرار في الخليج. وأشارت الصحيفة إلى دلائل تؤكد قوة هذه العلاقات مثل انتماء محمد بن زايد وسلطان أحمد الجابر والأسرة الحاكمة في البحرين لشبكة علاقات كورتس الخاصة. ويقال أن كورتس انضم لأسرة آدا نوك كمستشار، ولكن الصحيفة استبعدت تورط كورتس في صفقة لشركة النفط النمساوية. عقد وزير العمل مارتن كوخا مائدة مستديرة في وزارة العمل لبحث تبعات إعلان إفلاس سلسلة المفروشات كيكا لينر. وحضر مع الوزير رئيس مكتب العمل ورئيس صندوق الإفلاس وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين، وتم مناقشة آليات دعم الموظفين في إيجاد عمل جديد. ولذلك تم تفعيل نظام الإنذار المبكر لدى مكتب العمل، وكان قد قدم نحو 1034 موظفا طلبات عمل، ومن المتوقع أن يجد العديد منهم وظائف. وأعلن صندوق تعويضات الإفلاس بأنه سيوفر المساعدات المطلوبة للموظفين. die sich in der Zwischenzeit an das AMS gewandt haben und gesagt haben, schickt's mal keine Liner und Kicker Leute, wir haben Interesse. Wir sind eigentlich in einer sehr frühen Phase, über die wir Sie jetzt informieren. Ich würde sagen, es ist eigentlich Phase 1
Währenddessen tut das Unternehmen, das die Freisetzungen selbst macht, hat angekündigt, eine Jobbörse zu organisieren. Das heißt, wir haben einen Ansprechpartner im Betrieb, wir sind im laufenden Kontakt mit Liner Kicker und melden diese Unternehmen und sehr viele auch mit Betriebsrat, Arbeiterkammer war bei den Betriebsversammlungen und so weiter. Und es wird ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, dieser 1030 Menschen, die jetzt angeboten haben. اتهمت النيابة العامة في سالزبورغ 6 سوريين بتهمة تهريب البشر. قاموا بتهريب 212 لاجئا عبر النمسا. ويعتقد أن المتهمين اللذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 عاما كانوا جزءا من عصابة تهريب مؤلفة من 10 أفراد. ووفقا للتحقيقات تم تحصيل 600 يورو عن كل لاجئ، وتم مصادرة مبلغ مالي قدره 2379 يورو ومركبة استخدمت في عمليات التهريب. ويوجد حاليا 5 من المتهمين محتجزين في السجن، بينما يجرى البحث عن 2 آخرين. ناشد مجموعة من الآباء والأخصائيين السلطات النمساوية بتغيير المنهج التعليمي الجنسي في المدارس، لأنه يعتبر تهديداً لسلامة الأطفال. حسب التوجيهات الحالية والمناهج الجديدة للتثقيف الجنسي وفقاً لمعايير الصحة العالمية، وحذروا من تحطم حاجز الكرامة بين البالغين والأطفال، ويرفضون التعامل النشط مع العلاقات الجنسية للأطفال والمراهقين. وشددوا على ضرورة احترام حدود الخجل الطبيعية للأطفال والمراهقين، وحذروا أيضا من التعليم الجنسي المعكوس ومن تأثيره النفسي والاجتماعي. يذكر أن المنهج الجنسي تم وضعه منذ عام 1970 وتم تحديثه في عام 2015. وأنتم كيف تقيمون الثقافة الجنسية في المدارس؟ اكتبوا لنا في التعليقات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم حتى تكونوا معنا دائما. كان شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم أنا ممدوح مكين، إلى اللقاء.